شوربة الدمام أو شوربة اللوذيين أو شوربة الطيبين عبارة عن قوطي ونص نحن نسوي، تعال تسوي نسبة وتناسب كويكر هذا أبو كابتن قوطي ونص عظام، يعني كمية تقريبا كيلو كيلو ونص عظام المخلي عن اللحم، ولحم تقريبا نص كيلو منظف ومعدل مقطع صغار صغار، بصل ما يقارب نص كيلو، طماطم مشروخ روحة، كزبرة، فلفل أسود، كمون، كركم، ملح، زنجبيل، كزبر، ثوم. وين هذا ثوم وهذا سلري كرفس، هذا كرفس وهذا كزبرة، وهذا الجدر نظيف ومعدل على ما تشوفون. يلا بسرعة حبيبي بسرعة. العظام كودهم في الكويكر، في هاي ما اللي يطبخون حط عليها الكرفس، حط عليه الكرفس والكزبر بس، وحين يصب عليه محار بدون ملح، الملحار يكون عداله مرة غرف منه يكود ويخليه يطبخ على الأقل على الأقل ساعتين ساعة ونص ساعتين ثلاث ساعات بعد ما شيء مشكلة، لين تنهري العظام كلها، عقب هذا يكود على الحمس اللي بتسوى هنيها ويكود عقب عليهن الكويكر أو يعني يتمرق، يزيدون المروق، هذا المروق مال الشوربة يزيدون طالة عماركم بالصفو مال العظام، الصفو والنخاعات هذا كله ينشب على الشوربة، فتكون فائدة بدل ما أنتم تعققون العظام إن كان عظام هوش ولا حيران ولا عيولة اللي هي ياهي الفائدة فيها، كولاجين وكراعين وظلوف كل هذا نحن نستعمله، ما ينعق شيء ابدا ابدا، ما ينعق شيء نحن عندنا. البصل اول باديلين يصير ويحمر او ربع نظيف يكون، سيدة عقوا عليه طالة عماركم الكرافس والكزبر ما يحطونه حين، ويازل فيه طالة عماركم المضرابة هذه لين يصير ويدبل البصل، من يبتدي يدبل البصل طالة عماركم حفيظ سيدة يحط الثوم، ولازم ترجون الثوم لين يحمر، ما حطوا الثوم حطوا عليه اللودام للحمسة، لا لازم أول شيء يحمر، هذا اللي يميز طالة عماركم الشوربة هذه، ومن المفروض عشان تلصق ريحة الثوم في اللحم سيدي يعقون عليه ويحمسون مع بعض، لا لكن في حال الشوربة يختلف، لازم تريون بصل لين شوي يحمر، الأثناء الصاروخ يصرخ اللي في العظام، وهذا الثوم مع البصل أحمر، الحين طالت عماركم اللحم، هي لا ناس يقولون والله نحب الدياي، لا هاي الشوربة رمضان لازم لحم، ما يستوي بلية لحم، يحمسون زين ما زين، لازم يغذي الثوم كريسبي وله نوخة ولذة وطعم غريب في الشوربة، يكون في طعم غريب الثوم هذا مع البصل يوم يتحمس لهالدرجة يكون في طعم غريب في الشوربة، وحين طالت عماركم يحطون شو بتحط الحين هذا اللي هو الطماطم مشروف، بعد يسون يحمسونه هذا كله تجهيز للشوربة، هذا الطماط صلصل، طماط صلصل ما يغارب 4 قواطي يحطون، لازم هي ترى شوربة حمراء، شوربة حمراء ما بيضا بحلقها، لا شوربة حمراء ترى، لاحظوا لين الحين لاحظ لا فلفل ولا بزار ولا أي شيء من هالمكونات، بعده أبوي العظام تشرخها، يلا الحين طالت عماركم يا وقت البهارات، الملحة، الفلفل الأسود، كمون، الكركمة، الكزبرة، ما ينحط بزار مخلوط، لا هاي مكونات بزار مال شوربة، هيلبي هيلبي، لازم تسبيكة، هذه بدون التسبيكة هاي ما تقدر انت تسوي سقم وتطعمه اللوادم، لا لازم تسبيكة، بدون التسبيكة ما تروم تسوي صواب مال كولية مال هذا وتحط هالعرب، لا هاي طريقة بتقولوا لي اللحم جليل، هي نعم اللحم جليل وبيه.
زين اللحم دليل انا بخبركم ليش؟ لان نسبه العظام اللي موجوده هنا ما يقارب كيلو الى كيلوين، فيهن اكثر عن نص كيلو لحم. اللحم فيه العظام فيهن في لحم متلاصق وياه. وهذه طريقتنا طريقة اعماركم في شوربة الكويتر. زايدها عاد بالملحار. ما يحطون على الحار ما بارد، لا لازم محار يكون مسخن عداله في غرف الجذور اللي فيها الماء تطبخ المرجون بهاي الجذور اللي من غير لازم يكون المحار. وهذه طريقة اعماركم طريقة مكونات شوربة الكويتر. الحين شو بسوي حبيب؟ لازم الحين بيمرج عاده بعد شوي وبيحط سيد على الكوكر. شو طريقه التسبيك؟ لا بد ولا عذر، تبطي على الضوء هاي الحمسه، تبطي تبطي تبطي، كل من خفت ماها زادوها، كم خفت ماها زادوها، مرتين ثلاث يحط. الحين طالت اعماركم وقت شو الكزبره، سيد طالت اعماركم الحين من تنحط الكزبره يمرجون الجدر الشوربة قياسة بمحار، ومن ثم طالت عماركم يحطون الكوكر ويخلونها تطابخ لين تنضي نضوي الشوربة. وخلاف طالت عماركم فتحوا بوي الجدر هذا الصاروخ وكودوا بوي ليه فيه كامل من طبيعي زين من الظروف والكراعين كله. يلا يلا زيد ضوء أول حفيظ، زايدينها فقير طلمتك. كل يوم طالت عماركم نحن قياس الشوربة، شوربة كابتن قوطي ونص، هاي يصير حق كم من بيت يعني، ما بلا البيتنا نحن، نحن طعم جيراننا وصدقاننا من اللي نحن خدمة. قوطي ونص عاد الحين طالت عماركم يازم ياخذ على عمر الجدر لين تختفي حبات الشوربة هذه، يقصرون على الضوء ويخلونه. وخلاف من يصير بغى مروق زادوه، ما بغى مروق خلوا على ما هو عليه وجدروا عليه الشوربة هذه اللي هي شوربة العظام والكراعين والباشي يعني. اللحم العظم طالت عماركم العظام كمل ما يقارب الساعتين على الضوء، فانهجت العظام هج. والشوربة هاي طالت عماركم كملت حين ما يقارب ساعة روحها زين. وهذه شوربة الكراعين اللي هي من عظام ومن من كل الأمور كلها. وحين غاية المتمني شوفوا كل الفائدة اللي في العظام واللي في الكراعين ها كله كولاجين، هاي نحط على الشوربة بدل ما تمرج انت بما عادي تمرج بشي فيه فائدة على الشوربة. لذا قلت لكم أنا يكون اللحم العظام فيه لحم دور ما داره. فهذه حال الشوربة الحالية، وحين الشوربة جاهزة للاستعمالها. خلوها تطبخ 5 دقائق بس. ابتدوا عادي يحطوا في حرارات حق كل حد جسمه، كل حد جسمه حق الجسام. ما تكون رفيعة ولا تكون غليظة قريز، لا تكون نص الشيء. ثانك يو حفيظ.